السلام عليكم، معكم كلثوم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وراحه البال ان شاء الله. وكنتمنى لكم يعني تدوزوا ان شاء الله هذا الشهر هذا يعني يكون يعني بخير وبصحه. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش يعني كتفصل الجلابه اللي هي كتخرجي مسدوده من القدام، وطريقه يعني مختصره بزاف وكتجي سهله، ويعني بالنسبه للناس اللي عادي الله باغي يتعلموا يعني في الصاله، او اللي كيكون عادي الله يعني عندهم مشكل في الصاله، لانه تقريبا كل بياسه يعني ولو غير ان غير جلابه عاديه فعندها يعني عده ديال الطرق ديال الصاله. ولكن انا دابا هنا غادي ندير لكم يعني اسهل طريقه فيها. هنا بالنسبه لي انا هنا خديت الثوب هذا اللي هو فيه جوج ونص ديال الطول ومتر ونص ديال العرض، يعني جوج ونص طول ومتر ونص ديال العرض. انا هنا طويته على جوج، وباش نتحكم فيه مزيان بالنسبه لي يعني الاخوات اللي كيقدر يهرب لهم مثلا الثوب او لا كيقدر ما يتقادش لهم مزيان، انا خديته هنا درت له الفناتي يعني هادو طرقته من هنايا باش نقدر نتحكم فيه مزيان. هنا كنشدو كنعاود نطويه على اربعه بهذه الطريقه هكا. الناس نحاول نقادو يعني نقادو مزيان باش ما يجينيش مثلا هكا شي داخل وشي خارج، يعني نقادو يجي يعني هكا الطول يجي مقاد. مثلا ناخذ كندير الفنيته كنديرو بقلعه باش هكا نتحكم في الثوب مزيان، وحتى الا بغيت مثلا هكا ندورو او لا يجيني سهل يعني ما نلقاش فيه مشكله. هنايا من بعد ما قديت الثوب هنا سديتو هنايا كله يعني بهاد الفنيتات هادو، هاد هنا كما كتشوفوها هما هنايا. انا هنا جيت هنا خديت الطول هو الاول، يعني عبرت الطول، يعني كناخد الطول ديال مثلا ديالي اولا ديال مثلا بنيه صغيره اولا ديال اي واحد. خديت الطول كنزيد عليه 8 سنتيم، 8 سنتيم هادي كتبقى ديال العطفه يعني ديال الخياطه من تحت ملي كنكفو مثلا ديك التكفيفه ديال الجلابه اللي كتكون لتحت. من بعد انا ما خديت هنايا الطول نجي كنطراسي بحال هكا. هنايا من بعد كناخد هنايا كنجي كنحط سنتيم هنا من القنت، يعني من هاد الحاشية هادي كنحط سنتيم، وكنجي كناخد تمنية كنعبر تمنية وكنطراسي على هاد الشكل هكا. من بعد كنعبر الكتاب، يعني كنخلي سنتيم في بلاصتو بهاد الطريقة. كنجي كنعبر الكتاب، داكشي اللي عندي انا في الكتاف كنقسمو على جوج، يعني كنقسمو على جوج وكنزيد سنتيم ديال الخياطه هو هذا. هنايا كنزل باربعه ديال السنتيم. كنجي كنشرك من هاد الثمانيه هادي اللي عند الكتاف كنشركها بحال هكا بهاد الطريقه. هنا كنزلو من هنا لهنا كنزلو حتى لخمسه. انا دابا غير كنوريكم معايا اسهل طريقه بالنسبه للناس اللي عادي الله باغيين يديروا الصلاه عادي الله باغيين يبداو. دابا من هنا لهنايا عبرت الكتاب شحال عندي 9 سنتيم من الخياطه، ومن هنا لهنايا ثاني كنعبر 8 يعني سنتيم كنخليه في بلاصتو ما تنحولوش، كناخذ 8 ومن بعد كناخذ الكتاب. من بعد كنجي كنهبط هنايا كنهبط ب 25 ها هي، وكندور السنتيم وكنجي كنعبر الربع. الربع داكشي اللي عندي انا في الربع ديالي مثلا ما عندي مثلا 27 او 26 او لا على حسب، لان كل واحد هنا شحال كيلبس راه ماشي كلشي بحال بحال. هنايا انا بالنسبه لهادي غادي ندير فيها هنا يعني بالنسبه لي هنا غندير فيها 26 وغنزيد فيها سنتيم هنا ديال الخيطه هي 27. بعد كناخد هاد البيروكي هذا كنجي كنحطو هنا، وكنجي كنعبر شحال هاد التركيز عندي شحال باغي ندير في التركيز، واش بغيت نزيرو اولا مثلا بغيت نخليه مرخوف. الا كنت بغيت نخليه مرخوف واحد شويه كنديرو قد داكشي اللي خديتو في الربع ناخدو حتى في الدوره ديال التركيز هادي. الا بغيت نخليه يعني هكا شويه مرخوف ولا بغيت نزيرو راه ممكن نطلع هادي لهنايا نطلعها، الا مثلا بغيت نوسعو شويه راه ممكن نهبط هنا، يعني حنا كنتحكمو في هادي يا اما كنطلعها ولا كنهبطو فيها.
انا هنايا غندير فيها قد الربع، يعني داكشي اللي درتو في الربع غنديرو حتى في التركيز. هنا حاولت ندخل فيها واحد شويه باش ما تجينيش مخنشه من هنايا مزيان، ديك يعني ديك كيبقى داك الثوم هكا شويه خارج. انا دخلت فيها واحد شويه هنا، يعني من هنايا دابا من هنا ديال التركيز كنهبط ب 30، كنعبر هادي يعني هادي كتقطع، انا كنعبر ب 30 ومن بعد كناخذ الحزام. هنايا مثلا انا هنا الدوره ديال الحزام بقى نتحرك، كنعبر انا الدوره ديال الحزام ديالنا اللي عندنا، وكنزيدو فيها هذا الحساب الخياطه، يعني دائما كنديرو واللي يسعد يلاه بادين يزيدو جوج ديال لي سنتيم، يعني ما يزيدوش غير واحد، لانه كيكون دائما شويه الشك بالنسبه للعبار، وهذا الانسان دائما يزيد جوج ديال السنتيم باش على الاقل بعدا حتى لو ممكن تقدر تنقص، ملي كيدير الانسان لي سياج يعني ممكن ينقصو، ولكن الا مشات تاخدها بنادم يعني العبار شويه ناقص راه ميمكنش غادي يقدر يزيد فيه. انا بالنسبه لي انا حيت انا هذا العبار عارفه، انا هنا غادي ندير فيه هنا 30 وغادي نزيد سنتيم واحد على هنا هي 31، كنجي كنشرك هذه من هنا لهنا كنشركهم. من بعد انا كنمشي للجلاي لتحت، انا بحكم انني طويت الثوب على 4 فهنا ما عنديش مثلا فين غنقدر نزيد، داكشي اللي عندي في الثوب هنا راه غادي ناخذو. هنا عندي الثوب هنا ملي طويتو على 4 عطاني 37، هذا فيه شويه طلعت، غنجي غادي نشرك من هنا لهنا. هنايا بالنسبه لهاد البلاصه هذه القدام، انا راه ممكن كناخذو الا ما دخلناش فيها شويه هكا مزيان، راه ممكن كناخذو مثلا الظهر كناخذو القدام كنعزلوه على الظهر، يعني كنخلي الظهر بوحدو تناخذو القدام بوحدو، والقدام تناخذو كندخلو فيه هنايا بواحد 1 سنتيم هنايا من هنا لهنا، يعني كنجيو كنقسمو من هنا لهنايا كنعبروه تنقسموه على جوج، وكنجيو كناخذو هنا واحد سنتيم كندخلو فيه واحد شويه. انا هنا حيت دخلت فيهم جوج يعني ما بغاش نقص القدام، الا ما دخلتش هكا باش ما تجينيش الجلابه واسعه بزاف من الفوق. دابا غادي ندوز للتقطيع. هنايا راه ممكن كندخلو فيها هنايا كندخلو واحد شويه الا بغينا، الا ما بغيناش كنخليوها هنا فهاد البلاصه هادي. دابا كنجي كنقطعها، بالنسبة للتقطع اللي كيكون كيقطع أول مرة فما يحاولش يقطع ديريكت على الخط، لأنه هنا كيكون بعض المرات كيوقع شي مشكل مثلا ديال المقاس أولا هذا، وما كيبقاش مازال عندكم مثلا فين هذا فين تقدروا تعالجوه. انا دائما نخليه واحد شويه حتى تنشوفوا الا تقادتنا مزيان عاد يمكننا نعاودوها ثاني هكا في التقطاع باش كتجينا هكا مقاده. هادو غير بالنسبه لي كيكون اول مره ملي كيفصل فراه كي مباشره من الاول كيمشي مع المقص، يعني ما تيخليش هذاك مثلا واحد شويه اولا لا يقطع ديرك سمو على الخط اللي مطراسين. وهنا دائما باش نحيد الشف نعاود عاوتاني العبار، ملي كنخلي واحد داك شويه كنحاول عاوتاني نعاود العبار باش الا لقيتو هو هذاك راه نعاود نقص غير داك شويه اللي خليت، الا لقيتو مثلا باقي يزيد واحد شويه اولا لقيتو مثلا هكا زيد واحد شويه ولا هذا فراه نقص، ما كانش زيد والو فراه غادي نخليه نيت هو هذاك، لانه بعض المرات كنكونو كناخذو العبار وكنقدروا نتلفوا فواحد شويه كنقدروا ربما ناخذو ناقص واحد شويه ولا هذا، فداك الشيء علاش دائما في التقطيع نخليو واحد شويه باش الا خدينا ناقص نقدروا بعدا على الاقل غادي نعالجوه.
هنايا راه كناخد هنايا من هاد البلاصه هادي، من هنايا راني كنهبط كنهبط 3 ديال السنتيم هادي بشكل قوه، كنحيد ديك التقوره ديال العنق، ومن مورا هنا كنعاود ننزل هنايا ب10 على حساب القدام. هنا كنجينا كنقول ديك التقوره ديالي هنايا بحال هاد الشكل، او اللي يمكن لي نديرها غير بيدي حيت ماشي بالضروره هذا. هنا كنجي كنحيد هادي كنحيدها، وهنا من بعد شنو كندير، كنحيد طرف واحد، لانه دابا هنا راه عندي القدام والظهر، كنحيد واحد ومن بعد عاد كندير ديك التقوره ديال القدام. هنايا ما عمرني من نزرب، لانه بعض المرات كنقدروا نقطعوهم هنا بجوج، هنا نحاول دائما هادي نذكروها يعني ما نساوهاش. ودابا غندوزو للكمام والقب. هنا بالنسبه للكم، انا هنا داك الطرف اللي كنشاط ليه راه هو هذا. هنايا راه خديت لكم طويت الثوب هنايا على 4، وما طويتوش كله يعني حتى حتى لهنايا، انا خديت غير القياس اللي غادي نوري على حساب التركيز، هي باش نحاول ان هاد البلاصه ما نضيعهاش، الا بغيت مثلا ناخذ القب ولا هذا فما نضيعهاش. بالنسبه لينا هنايا انا طويتو على 4 على حساب العبار ديال التركيز. هنايا غادي ناخذ الطول شحال عندي في الكم، قدو هنا الثوب من التحت كنقادو، هنايا بالنسبة للطول ديالكم عندي فيه 53، وغادي نزيد عليه 3 ديال السنتيم على حساب داك السورجي وخياطة، وبالنسبة لواحد التكفيفة كتكون غير صغيرة شوية في هذا في الكم في الاخر. هذا في بالنسبة لهنايا هاد البلاصة هادي، هنا انا غادي ناخد هنايا 53 ويعطوك، غادي ناخد هنا 56. هذا العبار هذا راه ماشي ديال اي وحدة، هاد العبار هذا يعني خاص ديال وحدة، لانه هنا كل وحدة والعبار ديالها. كنجي كندير هكا كنبراسي ونجي كنسطر شويه بحال هكا باش كيبقى عندي هنا شويه مقاد، يا اما كناخذو هذا سميتو اولا كناخذو المسطره باش نسطرو بها باش يبقى عندنا هنا مقاد. من هنايا تنزلو هنا ب11، نزلو ب11 كنجي كنعاودو هنا نعبرو شحال عندنا في التركيز. يعني دابا انا خديت ليها يعني 27، كيما خديت في التركيز خديت 27، حتى هنا غادي ناخذ 27، هي 27. هنا كنجي نعبر من هنا لهنايا، داكشي اللي خرج لي هنا كنقسمو على جوج، هنا كنقسمو على جوج. من بعد كنجي كناخد هذا، الناس اللي ما كتعرفش تراسي بيديا راه كتاخد هذا، كنجيو كنديرو ليه بحال هاد الشكل هكا من هنا. ومن بعد كنقلبو وكنعاود نديرو ليه بحال هاد الشكل هنا. واللي كتعرف بيد راه فممكن ترسم غير بيدين. هنا كنعبرو من هنايا حتى لهنايا، وكنشوفو هنايا مثلا شحال بغينا هنا في الراس ديالكم، اللي بغاه مضيق راه كيدير تقريبا حدو ديك 13 باش كتجي مزيانه حتى 12 على حسب، لانه هنا راه كيتكال ثاني عاود في الخياطه وسورجي. كنجي لهنا لهنا تنشرك هاد البلاصه هادي تنشركها، هنا من بعد راه كناخد هنا العبار ديال يدي الدوره ديال اليد مثلا شحال فيها، كنجي هنا تنعبرها باش ما تيجيناش هنايا عاود عريض بزاف، تنشوفو هنا شحال عندنا فيها، وكنزيدو دائما داك سنتيم ديال الخياطه.
يعني تناخذوا هذا تنحاولوا ندخلوا بحال هذا الشكل هكا هنايا قلتوه هنا باش ما كيجيناش هنايا ديك يعني ما كيجيناش هنا عريض بزاف ومن بعد كنتحكموا تنديروا فيه الفنيتات باش نقدر نقطعوه مزيان نقطعوه مقاد نقطعو ديريكت على طراسة جلي طراسينا كنقطعو نحاول نقطعو عليه مقاد الكم ديالنا ها هو دابا هو الكم ديالنا كما كتشوفوا هنا بقى لنا القب هنا راه كناخذوا الحاشيه ديال الثوب هذه اللي مسدوده هي اللي كنديروها عندنا بحال هذا الشكل هنايا هنا كنشوفوا هذه الحاشيه ديال الثوب هذه الا كانت ما مقاداش كنحاولوا نقادوها الا كانت مقاده راه كنخليوها هنا كنجي لهنايا كنعبر 30 كنطلع ثاني ب 30 كنجي هنايا كناخد 40 اولا 38 حتى 38 حتى هي راه مزيانة وكنجي هنا كندخل جوج ديال السنتيم وكنجي كنعاود نشارك هذا من هنايا تنشاركو لهنايا هنا راه مكيناش غير هاد الطريقة الفصالة ولكن راه كاين يعني كاين عبارات وكيتخادو يعني شوية كتار ولكن انا غير اختصرت ووريتكم يعني هاد الطريقه اللي كتجي ساهله هنا راه كنجي كندير ليه بحال هكا كنمشي لهنايا كندخل شويه في هنا هاد البلاصه هادي باش ملي كنلصق القب ما كتجيناش هاد البلاصه هادي يعني منفوخه هي دائما كما قلت لكم راه اللي كتخاف من الثوب اللي كيهرب ليها فراه هادو هما احسن طريقه يعني باش كنتحكموا في الثوب مزيان الطريقه هكا هنا بالنسبه للقب ها هو يعني كما كتشوفوا ها هو قطع هنايا كنتمنى ان هاد الشكل هذا يعني هاد الدرس ديال اليوم هذا يعجبكم وفاتلي عندها شي سؤال ولا هذا فمرحبا فانا يعني نجاوبها ولا كان عندها شي استفسار ولا شي حاجه راه ما كاين حتى شي مشكل ومن بعد ان شاء الله في يعني الفيديو الجاي ان شاء الله فراه غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نسوقها يعني شنو غادي ندير لها في الوسط ديالها اليوم ما غاديش نخليها غير هكا يعني غير يعني ما غندير فيها حتى شي حاجه انما غادي نسوقها ومن بعد ان شاء الله راه غادي يعني ندير لكم ثاني يعني فصاله اخرى وموديل اخر يعني بنفس الطريقه بحال ما كان لانه حيت هذه الفصاله هذه غير بالنسبه كما سبقت وقلت يعني بالنسبه اللي ما تيعرفش يفصل لانه هذه هي اسهل طريقه
ما فيهاش كثره العبارات، مي هما راه كاين يعني شله ديال العبارات اللي كاينين وشويه يعني هكا، لانه كنلاحظ بزاف بالنسبه للحسابات وداك الشيء كتجي شويه قاصحه. فاختصرت يعني كما سبقت قلت لكم طريقه سهله وبسيطه بزاف، وكنتمنى انها تعجبكم، وكنشكركم بزاف، ورمضان مبارك سعيد مره اخرى، وكنتمنى التوفيق ان شاء الله لجميع الاخوان الاخوات يعني اللي في المغرب واللي خارج المغرب. ومره اخرى ثاني كنشكركم يعني مره اخرى، والسلام عليكم.